كتب الوالد باللغة الإنجليزية، وعندنا سيدي العيبان متخرج إنجليزي ما شاء الله. اي والله هذه عشان اي واحد يبي يصير مسلم. هذه هدي اللي عندي اللي حجايب لي طباخ. بسألك الإسلام دعوته باللغة الإنجليزية أسهل أو بالعربية؟ أتوقع العربية أسهل شوية، بس أتوقع الإنجليزي إذا كان للرغبة راح يفهم أكثر. إنزين ممكن تفتح لنا الفهرس آخر صفحة؟ أي والله بالبداية أنا بقيت واحد، لأن أنا بالإنجليزي مو كلش، بقيت إذا إن شاء الله أنت قريته بقيت واحد إنه هو آخر شيء. شنو هني آخر صفحة هذه؟ بريفرنس. شنو بريفرنس؟ مرجع. مرجع ولي واللي قبلها لهاي الأخير هاي شنو الوالد كاتب فيها؟ acknowledgement تعرف يعني معرفة. فاحنا ودنا ان واحد كويتي ان شاء الله انت تكون منهم شو اسمه يتبنى هالكتاب. اي والله اي والله يعني في لجنه تعريف بالاسلام ما شاء الله. انت في احد اسلم تحت ايدك بالانجليزي؟ ما حد حاورك؟ ما حد ناقشك؟ يمكن كان عندي حارس بالشاليه صح، بس هذا الحكي وين قبل غزل صح. اي قال بسلم الحين ما شاء الله يقولون الاسلام صار الدين الثاني بالعالم. الله يسيدي بارك. امين. حياك الله سيدي العباد. الله يبارك فيك. شكرا. هلا والله.